أنا مدرس رياضيات بالأونروا. سمعت في يوم إنه أحد طلابي واسمه يوسف اتصاب في مسيرات العودة، ومن يومها انقطع عن المدرسة شهرين كاملين، ولما رجع كان مدمر نفسيا وجسديا، بس الآن هو أحسن، مع إنه لسه بيحتاج لعكاكيز حتى يقدر يمشي. زملائه في الصف كانوا لطيفين كتير معاه، حتى لما شافوه هو مصاب ما انصدموا أو خافوا منه، لأنه هذا الإشي أصبح عادي عندهم، وكتير شافوا وبيشوفوا حالات زي هيك حواليهم. لما سألت يوسف إنه ليش مشارك في مسيرات العودة، جاوبني لأن حياته كلها مشاكل، وكمان كان عنده فضول إنه يشوف مسيرات العودة. انصدمت إنه طفل زيه بيفكر يروح لحاله على مسيرات العودة، بس استوعبت إنه صار إلهم زي مكان عام والكل بيروح عليه. الآن يوسف بيروح على مدرسته 3 مرات في الأسبوع، وباقي الأيام بيروح فيها عشان ياخد العلاج الطبيعي، وعشان هيك صارت علاماته متدنية. ومع ذلك يوسف مبسوط كتير إنه رجع على المدرسة، وبفضل المرشد النفسي في المدرسة مع المعلمين والناظر قدروا إنهم يعدوا برنامج تأهيل، ويسهلوا على يوسف إنه يرجع ليندمج مع زملائه في الصف.